المسرح الفن المصري له تاريخ كبير وسمعة عالمية بفضل أعماله الرائعة وكمان بفضل تميزه. من كام يوم كان في تكريم خاص في مهرجان جرش للمونودراما، واللي فاز في العرض المسرحي فريدة، وده فاز بجائزتين مهمين. الجائزة الأولى كانت لأحسن ممثلة للفنانة القديرة عايدة فهمي، والجائزة الثانية كانت لأحسن مخرج للمخرج أكرم مصطفى. احنا معانا الفنانة عايدة فهمي على الهوا، بنحتفل معاها بالجائزة ونقول لها ألف مبروك جائزة مهرجان جرش وعرض فريدة. صباح الخير وألف مبروك. صباح الخير عليكم. صباح النور. صباح الخير على مصر كلها. يعني جايزة لعرض فريدة هو عرض مونودراما، مونودراما اللي هو الممثل الواحد على خشبة المسرح من أصعب ألوان الأداء الفني. كلمينا عن كواليس فريدة. فريدة الحقيقة احنا بنعرضه بقالنا دلوقتي مواسم كتيرة، حوالي 4 سنين. الحمد لله الحمد لله شاركنا في مهرجانات كبيرة وكتيرة، والحمد لله في كل مرة احنا بنشرف مصر، مش بنشرف نفسنا بس، احنا بنشرف مصر وبنشرف المسرح المصري. وده بالنسبة لي حاجة انا كنت اتمناها طول حياتي من وانا صغيرة، ان انا اشارك في مهرجانات، يعني بصرف النظر عن الجوائز على فكرة، يعني انا مجرد وجودنا في مهرجان في حد ذاته، ترشيحنا للمهرجان ده في حد ذاته بالنسبة لي تشريف كبير جدا. فالحمد لله مهرجان جرش المونودراما مهرجان كبير قوي، شارك فيه 10 عروض السنة دي، الدورة دي حوالي 10 عروض من كل الدول العربية. بفضل ربنا الحمد لله احنا خدنا جايزتين، انا والاستاذ اكرم مصطفى المخرج، والسنه اللي فاتت في مهرجان الزرقاء في الاردن برضو فاز المهندس الكبير الاستاذ عمرو عبد الله بجائزه السينوغرافيا عن نفس العرض. وسافرنا بلغاريا، يمكن ما كانش تسابق لكن احنا شاركنا في مهرجانات كتيره جدا جدا، منها في بلغاريا، ودي كانت حاجه جميله ان انا اعرض في اوروبا. فالحمد لله الحمد لله ان انا قدرت أشرف المسرح المصري. طيب فريدة، احكي لنا حكاية فريدة. فريدة دي بقى شخصية زي العسل. أولا ست كبيرة في السن وكبرت، فنانة كانت ملء السمع والبصر، ويعني كانت مشهورة جدا جدا، وفجأة الأدوار انحصرت عنها وراحت عنها وخلاص، يعني كبرت وقعدت في البيت وما بقاش في حد لا بيتصل بيها ولا بيشوفها ولا يعرفها. فبتيجي فرصة ان هي تروح تحضر بروفا في مسرح هي كانت بتشتغل فيه وكان ليها اعمال مهمة فيه، مع شوية خمرة بتشربهم، لان هي بتشرب اساسا شوية خمرة بتشربهم، بتسترجع ايامها وبتسترجع ادوارها اللي كانت عملتها على نفس خشبة المسرح. انا بقول هنا انه الفنان مهما كان كبر ومهما كان تعبان ومهما كانت صحته تعبانة، لما بيطلع على خشبة المسرح اللي هو بيعشقها وهي بتعشقه بيرجع شباب تاني. جميل. فريدة هنا بتقدم لنا شخصيات كتيرة جدا، منها الروايات العالمية ومنها الشخصيات البنوتة الصغيرة والليدي ماكبث وميدية وشوية حاجات هي بتسترجع بيها تاريخها المسرحي. جميل. كله تحضير دور، يعني في مونودراما او دور الممثل الواحد محتاج تحضير نفسي، والممثل هو البطل، هو البطل الوحيد على الخشبه، مفيش حد ممثل قدامه، بيبقى ليها ترتيب خاص واعداد خاص عمل المونودراما. طبعا هو بس يعني هو احنا بخبرتنا او انا بخبرتي كممثله مسرح اتربيت في المسرح على ايدين اساتذه كبار جدا جدا، سواء في العالي في المسرحيه او بعد التخرج على ايدين اساتذه برضو بره المعهد في المسرح، منهم استاذنا فؤاد المهندس الاستاذ. طبعا انا اتربيت في مسرحه وتعلمت منه وشفت منه التقاليد المسرحيه، يعني انا بعتبر نفسي بنت مسرح اتربيت يعني ايه خشبه مسرح. فبالخبره دي
جنبها بقى ان انت تتدرب على دورك. صحيح. الحقيقة انا معايا الاستاذ اكرم مصطفى المخرج اللي هو شاب اصغر مني بشوية، كويسين قوي الحقيقة. انا استدعيته قلت له عايز اشتغل معاك يا اكرم، لاني شفت له حاجة قبل كده وعجبني، وسبت له نفسي. صحيح. سبت له نفسي يدربني، وهو كان نعم المدرب، مدرب التمثيل ليا برغم كل الخبرة اللي فاتت اللي أنا ذكرتها، والحمد لله الحمد لله طلعنا بالشكل اللائق. ألف ألف مبروك الفنانة عايدة فهمي، جائزة أحسن تمثيل بمهرجان جرش للمونودراما المسرحي، وبطلة عرض مسرحية فريدة. ألف مبروك وصباح الخير على حضرتك.